فوز الانتاج على المحله 1-0، وتعادل الشرطه وسموحه 1-1، وفوز حرس الحدود على المصري 3-1. سريعا كده نشوف جدول الترتيب. قلت لكم الاهلي في المركز الاول 47 نقطه، الزمالك 41، المصري 39، الانتاج الحربي صعد للمربع الذهبي ب 35 نقطه، وده انجاز كبير جدا للكابتن شوقي غريب زي ما قلت لكم، من المركز قبل الاخير في بدايه الدوري اول 3 4 اسابيع للمركز الرابع في الاسبوع 22، في حاجه رائعه جدا لشوقي غريب واداره الانتاج ولاعيبه الانتاج الحربي. سموحه في المركز الخامس 35 نقطة، الإسماعيلي المركز السادس 34 نقطة. الإسماعيلي هيلعب بكرة مع الاتحاد السكندري ماتش كبير في استاد إسماعيلية الساعة 5:15. مصر المقاصة 33 نقطة وليهم مباراة مؤجلة نظرا لمشاركة المقاصة في بطولة أفريقيا. الداخلية برضه المفروض كان يلعبوا مع الزمالك في المركز الثامن 33 نقطة. بتروجيت لقاء بكرة مع أسوان في أسوان 30 نقطة لصالح بتروجيت، لقاء هيكون الساعة 3 في استاد أسوان. وادي دجلة 29 نقطة. ام بي في المركز ال 11 28 نقطة، برضه ليهم مباراة مؤجلة مع الأهلي. طلائع الجيش المركز ال 12 هيلعب بكرة مع المقاولين العرب الساعة 8 في استاد المقاولين 25 نقطة. أسوان المركز ال 13 25 نقطة. الاتحاد السكندري ماتش صعب بكرة وأول لقاء للكابتن مختار مختار كمدير فني نادي الاتحاد السكندري 22 نقطة. الاتحاد المقاولين لقاء مهم جدا مع طلائع الجيش بكره في استاد المقاولين 19 نقطه، واتحاد الشرطه بعد تعادله النهارده اصبح 16 نقطه. حرس الحدود فوز اول فوز ليه في الدوري 9 نقاط، وغزل المحله وضع صعب جدا طبعا بعد الخساره النهارده 8 نقاط، ويعني غزل المحله خلي بالكم فرقته لعبته يعني زي ما قال كابتن سمير كمونه يعني مش مؤهلين ان هم يلعبوا في الدوري الممتاز، الفعاليه الهجوميه قليله جدا، وطبعا صعب جدا المحل يبقى السنه دي في بطوله الدوري، ولكن لسه مستمرين، ناقص لنا حوالي 12 اسبوع على نهايه بطوله الدوري.